قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. كشفت مصادر إعلامية قطرية خاصة عن حدوث انقلاب عسكري ضد أمير قطر حمد بن خليفة الثاني، وأن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت داخل أحد القصور بالعاصمة القطرية الدوحة في منتصف الليل بتوقيت الدوحة، إضافة إلى انشقاق عدد من ضباط الجيش القطري. وأكدت المصادر نفسها أن الانقلاب العسكري من المرجح أن يكون بتعليمات من الشيخ تميم بن حمد، وقد دفعت قوات الأمن القطرية بتعزيزات أمنية مكثفة أمام كل القصور بالعاصمة القطرية الدوحة. وبالرغم من هذه الأنباء إلا أننا لم نتمكن من تأكيد الخبر أو نفيه عن طريق مصدر مستقل. من جانب آخر، أثارت أنباء تنازل أمير قطر حمد بن خليفة الثاني عن حكم البلاد لابنه تميم ردود أفعال واسعة، وفتح شهية وسائل الإعلام التي رأى بعضها أن ما حدث في تلك الإمارة الخليجية لم يكن تنازلاً إرادياً، لكنه انقلاب ناعم ومبطن نوعاً ما على الأب كما فعل الأمير حمد مع والده من قبل. وقالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن شخصيات ذات شأن في قطر رأت أن الوقت حان ليستلم الأمير الشاب الشيخ تميم بن حمد البالغ من العمر 33 عاماً السلطة في الإمارة الخليجية. وختم أسعد أبو قيلة بقوله نقلاً عن شهود عيان ونشطاء في المجتمع المدني وحقوق الإنسان في دولة قطر: إن الشعب القطري قالها بكل صراحة مرات عديدة، نحن نريد إسقاط النظام في قطر لأسباب كثيرة، وخصوصاً وجود أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في قطر وسيطرة أسرة آثاني على النفط والغاز. مراقبون يتساءلون عن مستقبل قطر، تلك الدولة التي كبرت أطماع أميرها الذي انقلب على والده لتحقيق حلم السيطرة على المنطقة، لكن أحلام يقظته تلاشت على ما يبدو، فهل كرر الابن ما فعله الأب بالجد؟ قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون.